تهريب مادة زيت الزيتون نحو تونس ظاهرة عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا وارتفاع الطلب على هذه المادة في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعارها في السوق المحلية بسبب انخفاض حجم العرض مقارنة بالطلب الداخلي. نورمال ما حنا لي نيكسبورتي، وحنا كنت كي نقولوا نيكسبورتي يعني ندخلوا دوفيز للبلاد، ما يدي حتى واحد وما يخرجوها كلونديستين، ما يبيعها له باسكو يعطي له ان بري زايد على الجزائر يشريها ب 40000 ولا 45000، في جيت تونسي يقول له 50000 يبيعها لتونسي، يخرجها كلونديستين ما يكسبورتيها على انها على اساس انها زيت زيتون تونسيه. نضيعوا العلامه ونضيعوا خاصه دي دوفيز للبلاد، دي دوفيز الى سي اون سو مي ا اكسبورتي دوتر برودوي ونبيعوهم من دينار ما درنا والو، يفهم يخليهم للمارشي لوكال. هادي سي دو لويل سوبر ايبيسي، هادي مليحه للماكله ومليحه يعني ميم للدواء، هادي دير 700 دينار. هادي سي دو لويل نورمال دير، هادي فيها 75 سنتيليتر دير 500 دينار. هادي لويل ايبيسي ليجيرمون ايبيسي فيها 500 مليليتر دير 450 دينار. عراقيل بالجملة تواجه تطوير شعبة إنتاج زيت الزيتون وتصديرها نحو الخارج. عندنا بروجي تاع ليريغاسيون صافي بالك بلوس ديزو مي مازال ما راهوش اوبيراسيونال. هذا هو المشكل الأول اللي تعرض الفلاحين، لو كان تكون ليريغاسيون يكون تكون اون برودكسيون امبورطونت، ويكون حتى الزيت نقدروا البري دو فيان تاع الزيت يهبط. كاين ان مونك فلاغرون دو كومونيكاسيون مويان دو ترونسبور، كاين دي جون جاو ليا لهنا عنده 20-25 مليتر دوبوي نوفمبر راهي محطوطه، ما يعرفش الفلاح ماشي لازم هو يسوق، لازم يفوك يدي دوتر سيركوي بور كوميرسياليزي الويل دوليف هذه. عجز كبير في تطوير قدرات الانتاج كما ونوعا تسجله شعبه زيت الزيتون نتيجة للمشاكل العديدة التي تواجه الفلاحين، ناهيك عن غياب مرافقتهم لتصدير منتوج زيت الزيتون نحو الخارج، ما جعل أطرافا تستغل الفرصة لتهريب كميات معتبرة من هذه المادة نحو تونس لتباع بالعملة الصعبة على أساس منتوج تونسي. الحكومة لازم تتبع هذو الفلاحين وتدعمهم بالقروض باه يبداو شغل يجيبوا هذو الماكينات وكاكيني. دوك الفلاحين راه عندهم مشكلة في التموين، لازم الدولة هي اللي تمولهم وتعاونهم باه يجيبوا هذو الماكينات. هذه اللي مقابلتنا تدير حتى 2 ملايير و600 مليون. الطاقة الإنتاجية تخرج هذه من 25 حتى 30 قنطار في الساعة. ما كاش مرافقه، ما كاش حتى مرافقه لا من البنكه لا من دوك. كاين الجاكس هادو راهم يعاونوا شويه بصح لازم توعيه كبيره باش الجزائرية. انا نحكوا على زيت الزيتون حنا بصح كاين دوتر دومان، كاين دي دومان اكسترا اوردينار. ما كاش اون بروموسيون دو برودوي الجزائريان، ما كاش اون بروموسيون، ما كاش مساعده لهنايا، ما يساعدوش المنتج. الطلبات راهي ما كانش كيما كانت في موجوده عند كي تكون كاين برامج تاع التشجيع تاع الدوله تكون كاين الطلبات، ولكن كيما كانش تدعيم تاع من طرف الدوله لهذا الفلاح ما كانش طلبات كثيره. عندنا احنا هذه المشاتل على حسب الطلبات، نقدروا حبيت 500000 400000 سنويا نقدروا ننتجوها على حسب الطلبات اذا كانت الطلبات متوفره. احنا ماذا بينا الحكومه زيد دعمنا بالقروض، بنزيدوا نشوف ماكينه كبيرة ونزيدوا نكبروا في النشاط تاعنا.